بيحاولوا يطفوا اهو من حاجه زي رهوه كده او مواد اطفاء اشعاع اللي عامله دخان ابيض دي، بس يا رب يقدروا يسيطروا عليها. هما بعد كتير انقاذ كمان عربيات اسعاف، عربيات مطافي كتير جدا بتاعت غير اللي موجودين اصلا جوه المحطه، بيحاولوا اهو يطفوا، بس يا رب يقدروا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يتولاهم برحمته.